الحزب اليمني، أنا رئيس قسم الشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس مقاطعة حسان. كما ورد في سؤالكم فهذه سنة متبعة في مجلس مقاطعة حسان منذ سنوات مضت، خصوصا وأن هذه المقاطعة تحمل تراثا فنيا أندلسيا، بل أن مقاطعة حسان هي الوريد الشرعي للحضارة الأندلسية، لا من حيث الموسيقى أو المعمار أو أي سمات الحضارة الأندلسية وتم تطويرها، فهذا صلة وصل بين الأجداد وبين الأبناء الذين أحسنوا في الصنعة. اليوم نستقبل جمعية نجوم الأندلس التي تقوم بمعزوفة لرمل الماء في مدح خير الأنام، والمناسبة شرط التي هي ليالي رمضان. والآن نستمع وساكنة المقاطعة تتابع هذا الحفل الفني البهيج بكل شرئباب. وكما أقول وأكرر، فهذه المنطقة مر منها شيوخ كبار كالسبياع ومولين والحجام وأحمد الوكيلي وغيرهم، وتسجيلات الأندلسية الوطنية كانت في هذه المقاطعة، والكل مشرئب لهذا السمع. برنامجنا يمتد إلى 4 أيام، اليوم موسيقى أندلسية مع نجوم أندلس في رمل المايا، غدا إن شاء الله سيكون المديح والسمع مع سي محسن نورش، سيقوم بإنشاد أشعار صوفية وحضارات كما تعرفونها جميعا. وفي اليوم الثالث ستكون لنا لقاء مع موسيقى أندلسية مع أحد الشيوخ والأعمدة والسي عبد الكريم العمارسي، وهو علم قديم أخذ هذا الفن عن أصول مضبوطة وقواعد عن السي أحمد الوكيلي وغيره. ومرحبا للجميع. في اليوم الرابع سيكون هناك موسيقى العساوية بالحضرة مع سي توفيق الهلالي، وهو أحد الشباب الذي استطاع أن يطور هذا الفن وأن يأخذ بلبي وبسماع جمهوره. مرحبا بكم جميعا في مقاطعة حسان، فنحن منكم وإليكم، وهذه سياسة القرب الذي ينهجها السي إدريس الرازي الذي هو نشكره بهذه المناسبة، ونقدم له الثناء على اهتمامه بالفنون الخاصة بهذه المقاطعة، كما نشكركم أنتم بحضوركم ومتابعتكم لنا. أنا مساكنة ديال مدينة العتيقة الرباط، وكنشكر مقاطعة حسان على هذه المبادرة في شهر رمضان الكريم، وهذا الشيء كيحيد التراث ديالنا المغربي، وحنا اوطون كو جون كيعجبنا نجيو لبحال هاد لي سواغي اون ديكوفغ لا كولتور ديال بلادنا اون ديكوفغ هاد التراث الزوين. كاينين لي جون بزاف، كاينين الناس الكبار، كاينين صراحة جاو الناس، يعني بحال هاد لي سواغي خصهم يكونوا ديما في الشهر ديال رمضان ومن غير الشهر ديال رمضان. من باغمي يعني الفنون اللي كبيرة وإيزون سي زعما سي فن اللي ثقيل في المغرب وكيستاهل أن الناس يجيو ليه صراحة. نوال القاسمي رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بمقاطعة حسان. دائبة مجلس مقاطعة حسان كل سنة على تنظيم أنشطة رمضانية وليالي روحية، وهذا العام كاستثناء امتد لمدة 4 أيام، واليوم هو يوم الافتتاح ديال هاد الليالي الرمضانية الموسيقى الروحية. وبهذه المناسبة كنتمنوا لساكنة حسان رمضان كريم، كل عام وألف خير إن شاء الله. وكما كتلاحظوا أن هذه الليالي دائما هذه الأنشطة اللي كتنظمها مجلس مقاطعة حسان كل سنة كتلقى واحد الإقبال كبير لدى ساكنة حسان في المقاطعات الأربعة، حسان العكاري المدينة العتيقة والمحيط، ومرحبا بالجميع. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.